ماشي بارافيجيان. على فكره الدروس مهمه جدا وانا هتكلم بالراحه قوي قوي قوي، وهنحاول نقسمها على مرتين او عايزين نحفظها، عشان بقى بقول لكم سؤال متوقع بعمق، غير ان هو سؤال نظري، هو حاله طبعا كلينيكال مفيش فيها هزار واسئله شفوي كتير قوي. اوكي، كلمه بارابليجيا تعني ويكنس ان بوث لور لمبس، اي حد عنده ضعف في رجل الاثنين هيبقى اسمها بارابليجيا. خلاص، يبقى كلمه بارابليجيا ديفينيشن ويكنس ان بوث لور لمبس. لو كان الويكنس ده واخد مواصفات الابر موتور نيرون ليجن ويكنس، يعني معاه من الاخر كده هايبرتونيا مع سباستيستي، دي بنسميها سباستيك بارابليجيا. هاي يبقى سباستيك بارابليجيا يعني السبب بتاعها ايه؟ ابر موتور نيرون ليجن. لو كانت واخده مواصفات اللور موتور نيرون ليجن يعني العضلات بتاعتنا سايبه، يبقى دي اسمها فلاسيد بارابليجيا ودي مش عايزينها خالص. ها يبقى احنا اذا معانا، ها عايز تركيز، معانا عنوان اسمه سباستيك بارابليجيا. انا بتكلم على البارابليجيا بس اللي سببها في بيراميدال، سببها ابر موتور نيرون ليجن، مفهوم؟ عشان البيراميدال يتضرب ويعمل لنا بارابليجيا، ممكن البيراميدال يتضرب على مستوى السباينال كورد، وارد جدا البيراميدال وهو نازل كده في السباينال كورد لما يتضرب على الاثنين هيعمل سباينال بارابليجيا. ممكن في النوادر يتضرب وهو في البرين ستيم، وممكن يتضرب وهو في الكورتكس السريبرال كورتكس، يبقى اسمها السريبرال بارابليجيا. يبقى المستويات بتاعه البارابليجيا، ممكن البراندل يتضرب فين؟ ممكن يتضرب في السباينال كورد ودي ذا كومنست ودي اللي عليها العين، ممكن يتضرب وهو في البرين ستيم، ممكن يتضرب وهو في السريبرال فوق، ودول حاجات نوادر. انا عايز اخلص من الاثنين السهلين دول ونشطب عليهم فوريفر يعني. ها دول مش مهمين قوي تعرفهم بس كده كاسماء. ها خليك معايا، لما اقول لك كلمه سيريبرال دوت السيريبرال كورتكس، الاريا دي اسمها اريا فور، نص الجسم مرسوم فيها ازاي؟ سايد داون، يعني مين اللي فوق هنا؟ حلو، يعني الرجلين هي اللي فوق. يعني لما اجي عند اريا فور بتاعتي اليمين، اريا فور اليمين، الرجل الشمال موجوده فوق؟ ها واريا فور الشمال؟ الرجل اليمين موجوده فوق، يعني الرجلين اللي فين؟ فوق. يعني الحاجه اللي طالعه لفوق يمين؟ خلاص انت كده فهمتني. يبقى اي حاجه عشان تضغط هنا هتضغط على المنطقه بتاعت الرجلين. ايه رايكم واحد حصل له فراكشر فولت اوف ذا سكال، خدت روما كده وحصل فراكشر هنا، ها هيضغط على مين؟ على الرجلين. لو طلع تيومر في المكان ده، تيومر في النص كده وضغط على الحته دي، ها اسمه بارا ساجيتال تيومر، بارا ساجيتال، الحته دي اسمها ساجيتال سوتشر، طلع بارا ساجيتال تيومر وضغط على الناحيتين. ماشي، هنا حاجه اسمها كافيرنس ساينس، لو حصل فيها ثرومبوز وبقت دايليت تضغط على الناحيتين. ها لو طلع يا جماعه، لو حصل انفلاميشن في البرين من فوق من المنطقه دي، دكتور عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان اي حاجه هنا السيريبرال سواء كانت تروماتيك او نيوبلاستيك او انفلاماتوري او انفكشن زي ما انتم بتقولوا، ها كل دي حاجات ربما تؤدي الى السيريبرال بارابليجيا which is rare. وانا يكفي يعني يكفيني فيها تقول لي سريبرال بارابليجيا اس تروماتيك وخلاص وخلصنا منها، ها مش دي اللي عليها العين، مش دي المهمه بالمره، بس هي مفهومه؟ ها مفهومه؟ طيب النوع الثاني اللي هو على مستوى البرين ستيم، على مستوى البرين ستيم قلنا بيتكون من ميد برين وبونز ومظله اوبلونجات اهي، ونازل عندنا البيراميدال العظيم اهو، ادي البيراميدال اهو اهو كده كويس. لما يكون يا اولاد البيراميدال نازل كده، الفايبرز الداخليه هنا اللي انا هعملها بالاحمر دي، الفايبرز دي هي دي الفايبرز اللي رايحه للور ليبس، دي الفايبرز رايحه لمين؟ اللور ليبس، كويس؟ لما يكون انا عندي مرض جاي من النص من هنا وعمال يمشي كده وكده وكده لغايه لما ياكل البيراميدال، بدا ياكله من جوه ولا من بره؟ بياكله من جوه، يعني بياكل الفايبرز الحمراء اللي هي رايحه لمين؟ اصبح المريض عنده ايه؟ بارابليجيا. اصبح هذا المريض عنده بارابليجيا، صح ولا لا؟ بس على فكره مستقبله ايه العيان ده؟ كوادريبليجيا. كوادري، لانه مع الوقت هياكله كله هيبقى عنده كوادري، لكنه في الاول هيبقى عنده ايه؟ طيب معلش، هو ايه المرض اللي هيجي هنا كده؟ شوفوا السنترال كانال وهي نازله كده في السي ان اس كله، السنترال كانال دي اسمها سيرنكس، اسمها ايه؟ سيرنكس. فاللي بيحصل ان في ديجنريشن بيجي حوالين السيرنكس على مستوى
المظله اوبلونجات اللي اسمها بالب، عشان كده اطلقوا على الكلمه دي سيرينجو بالبيا. اسمها ايه؟ سيرينجو بالبيا. يبقى سيرينجو بالبيا هتمشي، ممكن تعمل لنا بارابليجيا. او ايه راي حضراتكم لو عندي تيومر بدا في الميد لاين هنا، بدا يمشي كده ويمشي كده، ها تيومر عمال يمشي كده ويمشي كده، هذا التيومر هيلمس الفايبرز بتاعت مين؟ بتاعت اللور لين، هو يؤدي الى بارابليجيا. طبعا لو فضل مستمر هيعمل لنا كوادريبليجيا. لم الدنيا يا دكتور، لم الدنيا. برين ستيم كاس رينجو بالبيا اور ميد لاين تيومرز، نقطة وخلصنا. يلا، ايه اسباب البارابليجيا؟ واحد سباينال، اثنين برين ستيم، ثلاثة سيريبرال. خلاص من السيريبرال، تروما او انفلاميشن او مالجنس. خلاص لما اجي اقول لك برين ستيم قول لي حاجتين، قول لي سرينجو بالبيا وقول لي ميد لاين برين تيومرز. برين ستيم مش حاجه ثانيه، مش عايز فيهم كلام ثاني، وبصراحه ما فيش هنا اصلا كلام يتقال غير كده. وكويس قوي ان انت عارف الكلمتين دول. حتى الدكتور حسن علوان عامل ايه؟ رميهم في الاخر، ما قالهمش اول حاجه يا اولاد. ليه؟ عشان هم مش مهمين. يعني كان عايز اقول لك بقى، وانس ان انا عندي حاله سباستيك بارابليجيا لازم تكون الحاله دي ايه؟ لابد انها تكون حاله سباينال، مش عايز اتكلم. طيب المرض اللي هيجي سباينال ده على ثلاث انواع، يا اما يكون مرض فوكال، يا اما يكون مرض سيستميك، يا اما يكون مرض ديسيمينيتد، يا اما يكون مرض فوكال، يا اما يكون مرض سيستميك، يا اما يكون مرض ديسيمينيتد. عايزين نفهم كل كلمة يعني ايه. يا اما يكون مرض فوكال، يعني ايه فوكال؟ يعني لو انا عندي السباينال كورد اهو نازل اهو، ونازل فيه هنا البرامدل على الناحيتين كده، يا ابني افهمني بقى، جنب البرامدل كده طالع السنسيشن، جنب البرامدل طالع السنسيشن اهو. لما يكون الاحساس طالع ويجي لي مرض بالمنظر ده، شايف المرض عمل ايه؟ قطع هنا، قطع الموتور ولا السنسوري؟ كله قطع الاثنين. طيب هل في علاقه كده بين الموتور والسنسوري؟ ببساطه لو انا حطيت ايدي كده، لو انا حطيت ايدي كده كله تحت مش. بص معايا، انا جيت ضربت الموتور والسنسوري، فلما جيت ضربتهم ايه اللي حصل تحت الليفل؟ ايه اللي حصل؟ يعني المريض ده في ويكنس تحت الليفل، صح؟ وافار السنسوري افكشن تحت الليفل. يعني الموتور والسنسوري مضروبين في نفس الايه؟ السايت، في نفس الفوكس. عشان كده المرض ده اسمه ايه؟ فوكال بالبلدي، هو المرض الذي يحترم الاناتومي. يعني هو بيجي في اناتوميكال سايت، يضرب كل الحاجات، بص بقى موتور سنسوري عفريت هيضرب هنا، يبقى المرض ده اسمه ايه؟ اسمه فوكال، اسمه ايه؟ فوكال، ماشي؟ طيب ممكن يبقى المرض سيستميك. يعني ايه مرض سيستميك يا دكتور؟ سيستميك يعني مرض ذو طبيعه خاصه، له شكل معين، ليه منظر معين، شكل محدد ما بيجيش غير بيه. وعلى فكره المرض السيستميك ده مش لازم يضرب الموتور والسنسور، يعني ممكن يضرب الموتور بس، ممكن يضرب الموتور ويضرب السنسور في حته ثانيه. طب امال يا دكتور مرض السيميليتد ده مرض عشوائي، ها يضرب موتور، يضرب سيريفيلا، يضرب كرينيال، يضرب حاجات كتيره مالهاش علاقه ببعض وهنتكلم عليه. طيب يا دكتور كويس، احنا كده اتفقنا ان البارافيجيا ثلاث انواع كبار في الاول، ها يا اما تكون على مستوى السباينال كورد، يا اما تكون على مستوى البرين ستيم، يا اما تكون على مستوى السيريبرال كورتكس. ها اللي يهمنا السباينال، والسباينال دي على ثلاث انواع، اهم نوع فيهم نوع اسمه فوكال. وكلمه فوكال يعني ضربنا الموتور والسنسوري بنفس الليفل. نمسك الفوكال، ايه اللي هيعمل فوكال؟ اللي يعمل فوكال حاجات الثلاثه، يا اما حاجه عامله كومبريشن. اقصد بكلمه كومبريشن حاجه ضغط على مين؟ على السباينال كورد. فلما ضغط على السباينال كورد ضغط على ايه؟ ضغط على البرامدل، وضغط على السنسيشن، ضغط على كل الاستراكشر، دي اسمها كومبريشن. قد يكون السبب اثنين، انفلاماتوري، حاجه عملت انفلاميشن بالعرض كده في السباينال كورد، خدناها في الكليتر كان اسمها ايه؟ ترانزفيرس مايلايتس. نمره ثلاثه ممكن يكون السبب فاسكولار، فاسكولار حاجه اسمها انتيريور سباينال ارتري اوكلوجن، هناخدها بس لغايه لما ناخدها. الانتيريور سباينال ارتري ده بيغذي الانتيريور تو ثيرد اوف ذا سباينال كورد، يعني السباينال كورد نازل هو بيغذي كل حاجه الا البوستيريور كولم. ها بيتغذى عن طريق مين؟ الانتيريور سباينال ارتري. يعني لو انا عندي مقطع كده عشان بس ما تفهموش مني، لو انا عندي مقطع اهو كده، ها واحنا عارفين الحته اللي ورا دي،
الجزء الاولاني ده اسمه ايه؟ بوستيريور. الحته دي اسمها بوستيريور كولر. بص كل المكان ده، كل الحته دي، كل ده، كل الغير مظلل ده بيتغذى من الانتيريور سباينال ارت، والحته اللي ورا بتتغذى مين؟ بالبوستيريور سباينال ارت. طب مش انا عندي هنا البيراميدال وجنبيه الاحساسي يا اولاد ولا ايه؟ طب ايه رايك لما يبقى حاجه ضربت البيراميدال والاحساسي؟ عمل البارابليجيا ولا لا؟ فوكل ولا لا؟ فوكل. ليه فوكل؟ تحت الليفل كله يعني تحت الليفل في موتور وفي سنسوري ايه؟ افكشن. يبقى اذا احنا لغايه دلوقتي ماشيين ثلاثات. احنا التقسيمه الكبيره البارابليجيا قد تكون ايه؟ سباينال، قد تكون برينستيم، قد تكون سيريبرال. واذا كانت سباينال احتمالاتها يا اما فوكل يا اما سيستميك يا اما نستميك. لو كانت فوكل، لو كانت فوكل يبقى انا ايه؟ يا اما كومبريشن يا اما انفلاماتوري يا اما فاسكولار. انفلاماتوري ترانزفيرس مايلايتس، فاسكولار انتيرو سباينال ارتري اوكلوجن. كومبريشن ده في منها كتير. هذا الكومبريشن قد يكون من الخارج يبقى اسمه اكسترا ميدالري كومبريشن، وقد يكون من الداخل يبقى اسمه انترا ميدالري كومبريشن. الاكسترا ميدالري ده يا اما حاجه في الفقرات يا اما حاجه في المينينجيز. اللي معاه كتاب الدكتور حسن علوان شايف كلمه كومبريشن تحت منها واحد فيرتبرال، تحت منها اثنين مينينجيال. خد الاثنين كده مع بعض في مربع او في قوس كده واكتب عليه اكسترا ميدالري كومبريشن. اكسترا ميدالري كومبريشن اللي هما فيرتبرال ومينينجيال الاثنين على بعض اسمهم ايه؟ اكسترا ميدالري كومبريشن. هو كاتب على المينينجيال بس، لا هو الفيرتبرال والمينينجيال. يبقى حصل عندنا كومبريشن. الكومبريشن ده جاي من بره يا اما جاي من جوه. لو الكومبريشن جاي من بره يبقى اسمه ايه؟ اكسترا ميدالري. جاي من جوه يبقى اسمه ايه؟ طيب كومبريشن جاي من بره، هو ايه اللي حوالين السباينال كورد؟ حاجتي مننجيز و فيرتبري. طب ايه اللي يحصل في الفيرتبري يخليها تضغط على السباينال كورد؟ فراكشر، حادثه مثلا، تيومر سواء كان برايمري او ميتاستاسيز، ديفورميتي، واحد عنده تشوهات، بولس ديزيز، مش كده؟ يعني اي حاجه تيجي في الفقرات تضغط على السباينال كورد تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى اكسترا ميدالري كومبريشن. حاجه في المننجيز، اشهر كلمه مننجيوما، واحد عنده تيومر في المننجيز فضغط على السباينال كورد تؤدي الى تؤدي الى اكسترا ميدالري كومبريشن. طب ممكن يا دكتور يكون انترا ميدالري؟ ممكن. انترا ميدالري مرض واحد انتوا عارفينه مشهور يعني ديجنريشن حوالين السنترال كانال. لما يحصل هنا يبقى اسمه سرينجو مايليا، اللي فوق كان اسمه سرينجو فالجيا لانه برين ستيم، لكن هنا مايليا. او ميد لاين تيومر، تيومر بدا في النص وزحف. على فكره انا خلصت كلمه فوكل. كلمه فوكل يعني ايه؟ يعني ضربنا الموتور والسنسوري في نفس الليفل. ولما يكون المرض بتاعنا فوكل حاجه من الثلاثه، لما يكون السبب بتاعنا كومبريشن يا انفلاماتوري يا فاسكولار. خلصني من الانفلاماتوري ترانزفيرس مايلايتس، خلصني من الفاسكولار انتيريور سباينال ارتري اوكلوجن. تعالى لي على الكومبريشن كام نوع؟ اثنين. يا اما من بره يبقى اسمه اكسترا ميدالر، يا اما من جوه يبقى اسمه. لو كان اكسترا ميدالر ايه اللي هيضغط من بره؟ فيرتبر والف ومنينجل والف، وانترا ميدالر هي كلمه سرينجو مايلي. طب ما تيجي تقلل شويه حاجات في الفقرات، تروما، تيومر اللي هو فراكشر، وتيومر، بولس ديزيز، ديفورمز، اي حاجه، والمننجيال هي كلمه مننجيوما هي الكلمه المهمه، في مننجوسيل ومش عارف، لكن مننجيوما هي الكلمه اللي عليها العين. اما لو كان انترا ميدالري فاحنا ما ننساش كلمه سرينجو مايل. يا مفهوم لغايه دلوقتي؟ يبقى احنا كده اول حته اسمها فوكال اظن خلصنا منها. في مشكله في هذا الكلام؟ طيب ثاني نوع سباينال. هنتكلم برضه على السباينال. السباينال ممكن تبقى سيستميك. يعني ايه كلمه سيستميك؟ يعني مرض ذو طبيعه خاصه بيجي بايلاترال وسيمتريكال وجراديوال وبروجريسيف، لازم يجي في الناحيتين. والامراض اللي هي السيستميك دي ممكن تبقى امراض هيريديو فاميليال، ممكن تبقى امراض سيمتوماتيك يعني ليها سبب سكندري تو، ممكن تبقى ايديوباتيك، ممكن تبقى هيريديو فاميليال. في كلمه اسمها هيريديتري سباستيك بارابليجيا اكلمك عنها. كل اللي معروف عنها حاجتين، هيريديتري مرض وراثي، سباستيك يعني عضلات مالها مخشفه. طب انت عايز تقول يعني يا دكتور؟ عايز اقول لك ان نادي السباينال كورد اهو، وايه دايما بالاحمر ده مين ده؟ البيراميدال اهو. دوت واحد عنده 11 12 سنه حصل ديجنريشن في البيراميدال على الناحيتين بس. بس كل اللي عنده ايه؟ بيراميدال. لما اجي افحصه الاقي رجليه فيها بارابليجيا، سباستيك بارابليجيا، اخبار السنسيشن ايه؟ زي الفل. طب معلش يا هيريديتري سباستيك بارابليجيا،
انت جيت ضربتي البرامدل وما ضربتيش السيستيشن اللي جنبه ليه؟ تقول لك اصل انا مرض سيستميك. يعني ايه مرض سيستميك؟ يعني انا مرض طبيعتي كده، انا شكلي كده وما باجيش غير كده. يبقى كلمه سيستميك يعني مرض ذو طبيعه خاصه. خدنا في الكلينيكال ولسه هناخدها في النظري حاجه اسمها هيريديتري اتاكسيا. حد فاكر فريدريك سوانيرس؟ نمسك الميرس. الميرس كانت حاجتين، كانت برامدل وسيربيلا. فيجي السباينال كورد البرامدل يحصل فيه ديجنريشن على الناحيتين، ويحصل ديجنريشن في السيربيلم على الناحيتين. هل الاثنين في نفس الحته؟ هو ايش جاب لجاب؟ البرامدل اهو والسيربيلم اهو، ده في مكان وده في مكان. طب هو ايه اللي خلى المرض يضرب ده هنا ويضرب ده هنا؟ ها؟ هو طبيعته كده، السيستم بتاعه كده. عارف لو هو كان ضربهم في نفس الحته كنا قلنا عليه فوكال، لكن ده مش فوكال، ضرب البرامدل في حته وضرب السيربيلم في حته ثانيه. مين فاكر فريدريكس؟ هنقولها، كان معاها اربع حاجات. بايلاترال سيربيلر وبايلاترال برامدل وبايلاترال بريفرال نيرف وبايلاترال بوستيريور كولم. ضرب البرامدل هنا وضرب البوستيريور كولم هنا وضرب البريفرال نيرف، بريفرال نيرف بعيد، وضرب السيربيلر في حته ثانيه في مكان ثاني. يبقى ده اسمه مرض ايه؟ سيستميك. يبقى لما اقول لك سيستميك ريديو فاميليال حاجتين، هيريديتري سباستيك بارابليجيا وكلمه اسمها هيريديتري اتاكسيا. اوكي؟ قد يكون المرض سيمتوماتيك. سيمتوماتيك يعني ايه سبب؟ اشهر حاجه في مرض اسمه صاد اكيوت كومباين ديجنريشن. المرض ده الشاطر عارف وهناخده لوحده، بس هو بيتكون من ثلاث حاجات. واحد عنده بايلاترال برامدل وبايلاترال بوستيريور كولم وبايلاترال بريفرال نيرف. بايلاترال برامدل، جه المرض ضرب البرامدل، نفسي تركزوا شويه، وضرب البريفرال نيرف وضرب البوستيريور كولم في مكان ثالث، يبقى اسم الحاله صاد اكيوت كومباين ديجنريشن. دكتور صاد اكيوت كومباين ديجنريشن ده حط لي عليه سيربيلم يبقى ايه؟ فريدريك. مش هو ده عدد حاجات؟ والفريدريكس كام؟ كانوا أربعة. في مرض قديم طحن يعني مش موجود دلوقتي اسمه بلاجرا. اسمه عن البلاجرا؟ اللي هو فيتامين بي 3 مايسن ديفيشنسي. في حاجة اسمها بلاجرا لاترال سكليروزس. يعني البلاجرا تيجي تعمل ديجنريشن في البرامدل بس. بس. ممكن تاخد البوستيريو كولا بس طبيعتها كده. يعني ما تاخدش حاجات تانية يا ولاد. يبقى دوت سيمتوماتيك يعني ليه ايه؟ في سبب. ممكن على فكره يبقى ايديوباثيك ملوش سبب. في مرض هناخده ان شاء الله اسمه موتور نيرون ديزيز. ايه المرض الغريب ده؟ ده راجل سنه من 20 ل 40 سنه بدا يجي له ويكنس في رجليه الاثنين، والويكنس ده واخد الديستريبيوشن بتاع البرامدل بس وما عندوش اي مشاكل في الاحساس. فراحوا للموتور نيرون ديزيز قالوا له يا موتور نيرون ديزيز هو انت جيت ضربت البرامدل وما لمستش حاجه ثانيه ليه؟ قال لك اصل انا كده وطبيعتي كده وما ينفعش اجي غير كده، ولو حصل معايا سنسوري افكشن ما ينفعش ابقى اسمه موتور نيرون ديزيز اصلا. فاهمين حاجه ولا لا؟ يبقى كلمه سيمتوماتيك بالبلدي هي امراض ذو طبيعه خاصه. هي امراض ليها شكل، لازم تيجي كده، اصحى يا عم، لازم تيجي بالمنظر ده، لازم تيجي بالشكل ده. لو حصل تغيير عن المضمون بتاعها ما يبقاش اسمها ايه؟ ما يبقاش اسمها سيستميك. واضح؟ يبقى سيستميك ديزيزز هي انواعها ريديو فاميليا، يا اما سيمتوماتيك يا اما ايديوباثيك. ريديو فاميليا ازاي؟ هيريديتري سباستيك بارابليجيا او هيريديتري اتاكسيا اللي هم فريدريكس وميرز. يا اما سيمتوماتيك زي ناخد اكزامبل ساب اكيوت كومباين ديجنريشن وبلاجرا. قد يكون ايديوباثيك زي مرض اسمه موتور نيورون ديزيز. يبقى دي امراض سيستميك. فهمت ايه الفرق؟ طب قولوا لي بقى ايه الفرق بين سيستميك وفوكال؟ فوكال فوكال ده مرض ضرب اناتوميكال في حته وخلاص، كل حاجه بقى مش فارقه معاه موتور ولا سنسوري. اما سيستميك بيعمل سيلكشن بايلاترال وسيمتريكال على حسب طبيعته هو، على حسب المرض. واضح؟ مفهوم؟ طيب ديسيمينيتد عشوائي. اذا كان المرض ليس بفوكال وليس بسيستميك، اذا يعني المرض ليس فوكال وليس سيستميك، اذا هو ديسيمينيتد. المرض اللي ما احترمش الاناتومي واللي ملوش شكل معين يبقى اسمه ايه؟ سيستميك. والسيستميك ده اللي هو مرض الدي اس اللي هو ام اس. هنشوف حاله النهارده في الكلينيكال ام اس او دي اس او حاجه اسمها ديسيمينيتد انكفالو مايلايتس او السيفلس. زمان كان يعملها، ما فيش سيفلس دلوقتي. يعني ايه دي اس يا جماعه؟ العين دوت ممكن يجي لك على فكره عنده بارابليجيا، بس بص تلاقي معاه السيربيلم اليمين مضبوط والاوبتيك نيرف الشمال والفيشيال اليمين والبوستيرو كولا بالشمال. ده عمال يعمل ايه؟ اقول لك باختصار باتشي. باتشي هو باتشي او ديسيمينيتد يعني ايه؟ منطور. مش لسه قايلين كده؟ منطور في حتت كتيره. هنشوف النهارده حاله كده في الكلينيكال كذا حاجه مالهمش علاقه ببعض اصلا، كلام مالهمش علاقه ببعض. يبقى مرض عشوائي. مرض عشوائي جنب كلمه ايتيولوجي اوف بارابليجيا اكتب عليها سؤال، وده بيجي سؤال ب 10 درجات. هيقول لك ايتيولوجي اوف بارابليجيا. ايتيولوجي اوف بارابليجيا ده سؤال ب 10 درجات. اقفل الكتاب يلا لو سمعت. اقفل الكتاب.
ده في الكتاب يوم. ها ايتيولوجي اوف بارابليجيا، احنا بنتكلم على الاسباستيك بارابليجيا، الايتيولوجي بتاعها يبقى ايه؟ يا اما سباينس، يا اما في الكتاب، يا اما برين ستيم، يا اما لو كان سيريبرال خلاص منه تروما او هانيومر او انفلاميشن. ها لو كان برين ستيم سيريكومالي او ميد لاين برين ستيم هاند يومرز. طب لو كان سباينال فوكال اقسمها يا فوكال يا سيستميك يا ديسيمينيتد. طب الفوكال يعني ايه فوكال؟ يعني معاه سنسور ليفل، يعني ايه؟ يعني موتور وسنسور في نفس الحته. لو كان فوكال بنقسمه لايه؟ ثلاثه، كومبريشن انفلاماتوري فاسكولار، اخلص من انفلاماتوري لما اجي على الكومبريشن اقسمه الى اكسترا مودالري وانترا مودالري. اكسترا مودالري يا فيرتيبري يا فينيشن، والف ها انترا مودالري ها سرينجو مونيبل او ميد لاين ها مالينجنس. طب نيجي للشق الثاني سيستميك. يعني ايه سيستميك؟ يعني مرض ذو طبيعه خاصه ليه سيستم معين، ها بايلاترال سيمتريكال وجرادوال وبروجريسيف. ودول ثلاث انواع يا ريتو فاميليا الاس الاتاكسيا هيريديتري اتاكسيا وهيريديتري سباستيك بارابليجيا. وقد يكون سيمتوماتيك زي سب اكيوت كومبايند ديجنريشن وبلاجر لاتيرال سكلروزس. قد يكون ديسمينيتد زي سوري قد يكون ايديوباثيك زي الموتور نيورون. الاحتمال الثالث يبقى ديسمينيتد زي الدي اس او ديسمينيتد انكفالو مايلايتس دي اي ام. واضح كده؟ دول صفحتين مهمتين. هيجي لك سؤال كده اسمه ايتيولوجي اوف بارابليجيا، ايتيولوجي اوف سباستيك بارابليجيا، اظن سهله ولا صعبه؟ نعرف نتكلم عليها خلاص. ايتيولوجي اوف بارابليجيا ده اول سؤال بناخده وجي كتير جدا جدا جدا. وعلى فكره غير ان هو سؤال نظري مهم في الكلينيكال مهم، ما انت ممكن تمتحن على حاله بارابليجيا يقول لك ايه اسباب البارابليجيا، هيسالك السؤال ده برضو. ها عشان كده لازم تبقى عارفه كويس قوي. واضح؟ نيجي للكلينيكال بيكتشر اوف بارابليجيا. كلينيكال بيكتشر اوف بارابليجيا، لما تيجي تتكلم على الكلينيكال بيكتشر اوف بارابليجيا انا بتكلم على السباينال بارابليجيا ده هو الاساس بتاعي. يعني بيبقى عندي حاجات لوكال ادز ليفل، ادز ليفل في الناحيه او في الجزء اللي هو في الحته اللي انا ضغطت عليها. فانا السباينال كورد نازل اهو وانا عندي حاجه ضغطت كده او ضغطت من جوه عند ليفل معين، في حاجات بتحصل عند الليفل. الحاجات اللي بتحصل عند الليفل دي حاجتين، يا اما تكون حاجات اسمها فيرتبرال ساينز، يا اما تكون حاجات اسمها راديكولار ساينز. اولا فيرتبرال ساينز لما يكون الشخص ده عنده ديفورمتي او عنده بوتس او عنده ميتاستاسيس او عنده تيومر او عنده حاجه في الفقرات، لما تيجي حضرتك تفحص الفقرات مهم جدا في النيورولوجيكال اكزامينشن نعمل الباك. لما تيجي تبص على الباك تبص على الفقرات بتاعته تلاقي فيها ديفورمتي، عارف بتيجي تخبط يدك كده بايدك كده تقعد تخبط على الفقرات تخبط لو في تندر بوينت ولا حاجه. بس هنقول حاجه، فيرتبرال ساينز ار بريزنت اونلي اذا كانت الحاله السبب بتاعها هو ايه؟ يعني الاقي اللوكال سايز لما يكون السبب بتاعنا ايه؟ فيرتبرال. لكن لو مثلا سبب انفلاميشن من جوه، افرض ان هو فاسكولار، افرض ان هو حاجه سيستميك، هلاقي الكلام ده؟ لا مش هلاقي الكلام ده خالص. يبقى الفيرتبرال موجوده لما يكون السبب ايه؟ هي حتى من اسمها فيرتبرال او لوكال سايز لما يكون السبب لما يكون السبب فيرتبرال سهله. طيب ايه كمان يا دكتور؟ يحصل مشاكل في الراديكلز، يعني ايه؟ ده حضرتك مقطع اهو وهنا ادي الجري ماتر بتاعتك وادي السنترال كانال وادي البرامدل وادي البرامدل، هنا لاترال وهنا فنترال، هنا لاترال وهنا فنترال سباينال ثلاميك، وهنا طبعا البوستيريور كولن ديب سنسيشن وفاين تاتش. كويس؟ هنا هنا طالع الموتر صح؟ وهنا داخل السنسيشن. طيب وبالله عليكم يعني لما يكون انا عندي مرض، المرض ده عامل انفلاميشن او ارتري مقفول فاسكولار يعني، او حتى كومبريشن من جوه او من بره، هي يعني مش ممكن الحاجات دي كلها تأثر لي على دي على هذه الروتس مش كده ولا ايه؟ بس هتأثر على هذه الروتس فين؟ ادي ليفل يا جماعه السباينال كورد نازل كده، انا عملت مقطع، انا عند المقطع ده حصل ليجن، يبقى في الحته دي اخبارها ايه؟ مش في المكان ده كوني ضغطت هنا على الموتور روت، خاصة لو الحاجة بتاعتي اكسترا مضلة للكومبريشن، ضغطت على الموتور روت هيحصل ادز ليفل اللي هو الموتور نيرونيجن صح ولا لا؟ يحصل بقى ويستنج وهايبوزونيا والكلام ده، وكوني ضغطت هنا على السنسيشن لا لما اضغط على السنسيشن يحصل اريتيشن ثم ديستراكشن. الاريتيشن يجي العيان بألم يقول لك انا عندي وجع محزمني، انا عندي وجع محزن اسمه ايه؟ جيرد البين. بعد كده لما يحصل بقى ديستراكشن ويتدمر يقول لك انا مش حاسس في المكان ده،
يبقى كمان مره فرضا ناخد اكزامبل، جالي واحد ومضغوط عنده على الثوراسيك سيجمنت رقم 10، يجي العيان عند الحته دي كموتور وكسنسوري. كموتور يبقى عنده ايه في المكان ده؟ اللي هو الموتور نيرون ريجن في المكان ده. طب وكسنسوري في الاول يشتكي من ايه؟ الحقني يا دكتور عندي وجع محزمني، ها كل لما انطس او اكح او اتحرك يتعبني جدا، لما استريح الحمد لله بيروح. ها بعد شويه يقول لك انا فقدت الاحساس في الحته دي، يبقى الاول اريتيشن فولود باي ديستراكشن. مفهوما بس في حاجه والله، كسنسوري افكشن على راسنا من فوق اللي هو اريتيشن ثم ديستراكشن، لكن كموتور يا جماعه الحته دي مكتوب عندكم ان بي، كموتور مش هتبان قوي. ليه بقى؟ مش اللور موتور ده بيحصل هايبوتونيا وهايبر ريفلكس؟ طب هايبوتونيا وهايبر ريفلكس في ايدي ماشي، في رجلي ما يضرش، لكن هايبوتونيا وهايبر ريفلكس في بطني في الترانك هتبان ولا لا؟ لا مش هتبان. علشان كده دايما الموتور افكشن هنا لما بيحصل لور موتور في هذا المكان بتبقى دايما مش واضحه، مش واضحه لانها جايه فين يا اولاد؟ ما فيش واحد هيقول لك اصل انا تلاقي بطنه ومعدته مش عارف ايه الهومنتم واحد وبيز، فمش هتبان حاجه في بطنه، مش هيبان الويستنج غير لما يبقى في البريفري دايما يظهر معانا كويس، عشان كده مش هيظهر عنده هنا اي ويستنج خالص. فالويستنج مش هيبان لانه بيكون فين؟ بيكون في حته في الترانك بتكون لوكالايز، فمش هيظهر معانا اي حاجه. وضحت المعلومه دي ولا لا؟ يبقى يلا ادز ليفل، عندنا بارابليجيا ادز، انا بتكلم على فوكال ادز ليفل، يحصل ايه؟ لو كان السبب في الفيرتيبرا الاقي لوكال سايز، الاقي ديفورمتي سويلنج ميتاستاس تندرنس اي حاجه. ها طب على مستوى الراديكلز، الراديكلز بقصد بين الانتيريور والبوستيرور روت، لما يضغط على الانتيريور لور موتور نيرون ليجن ادز ليفل، هيظهر ولا مش هيظهر؟ مش هيظهر، مش هيظهر لانه فين؟ في الترانك. مفهومه دي؟ ها طب لما اضغط على السنسيشن اريتيشن ولا ديستراكشن؟ لو اريتيشن جيردل بين، ها جيردل بين، ها ديستراكشن، يبقى لوس اوف اول تايبس اوف سنسيشنز في نفس الايه؟ في نفس المكان ده. طيب دوت كله ادز ايه؟ ادز ليفل. نيجي بقى تحت الليفل، تحت الليفل ايه اللي هيحصل تحت الليفل؟ وانا ضغطت عليه ولا تحت الليفل؟ عشان انا ضغطت على البيراميدال يا ابني ركز معايا، انا ماشي بالراحه والله. تحت الليفل مش انا ضغطت على البيراميدال يبقى عندي موتور افكشن، صح ولا ايه؟ وفي نفس الوقت برضه في نفس الوقت انا ضغطت على سنسيشن يبقى انا عندي سنسوري افكشن افكشن، وبرضه في حاجه اسمها بلادر فيس فينك تريك افكشن. هنعرف كل ده. اولا انا ضغطت على البيراميدال، فانا عملت ايه؟ انا عملت حاجه اسمها موتور افكشن. واحده واحده الامراض اللي بتيجي عندي كموتور افكشن حاجه من الاثنين، يا اما امراض بتيجي اكيوت يا اما امراض بتيجي جرادوال. لو كان المرض جاء اكيوت، اكيوت بيمر بمرحلتين، مرحله اولى اسمها شوك ستيج، مرحله ثانيه اسمها سباستيك ستيج. اما لو كان المرض جرادوال، لو كان المرض جلالي هو سباستيك فروم ذا ستارت، حلو كده؟ يعني اذا سواء كان اكيوت او كان جرادوال نهايتهم في الاخر ايه؟ سباستيك بارافيجو ده احنا بنقول، بس تعالى نقول كلمتين عن الشوك ستيج. انتوا عارفينه لو جالي المرض وز اكيوت اونست وضرب البيراميدال، مش البيراميدال بيتخط؟ ها ها عشان يتقبل الصدمه بيقعد قد ايه؟ من اسبوعين، من ايه الاربعه؟ منين الاربعه دي؟ هم من اثنين لسته، هنالف هم من اثنين لست اسابيع، ايه اللي بيتحكم فيهم؟ الجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت. قلنا قبل كده لو كانت ظروفه كويسه واموره كويسه الشوك ستيج تبقى صغير، اما لو كانت باد جنرال كونديشن تقعد فتره طويله. قلنا حاجه كلما طالت الشوك ستيج باد بروجنوز، وكلما قصرت. طيب تحت الليفل لما اكون في الشوك ستيج اخبار التون طيب، اخبار الريفلكس طيب. في حته فنيه جدا يا ريت تركزوا معايا، احنا قلنا زمان ان البلادر اندر كنترول اوف بيراميدال تايلاترال، وانا هنا ضارب البيراميدال تايلاترال، لما اجي اضرب مره واحده البلادر تتوقف عن العمل يحصل حاجه اسمها ريتنشن اوف يوم، تقعد قد ايه؟ من اسبوعين لست اسابيع. نفس القصه يعني اذا يعني مع الشوك ستيج طالما البيراميدال هنا على الناحيتين يحصل معانا اكيوت ريتنشن اوف يورين. بص يا ولاد افهموني الله يبارك لكم، لما كنت في الهيميبليجيا قلت لكم مفيش حاجه في البلادر لان البرامدر كان مضروب فين؟ الفرق بين الهيمي والبارا في الحته دي مهم جدا، يعني الشوك ستيج بتاعت البارا لازم يكون معاها ريتنشن اوف يورين. حتى انا كدكتور لما بيجي لي عيان عنده بارا بليجي او كوادري بليجي يعني في بايلاترال برامدر اوتوماتيك، طالما لسه جاي اكيوز اركب له قسطره، لازم اركب له قسطره وما ابصلهاش غير بعد اسبوعين، ما ابصلهاش غير بعد اسبوعين. مفهومه ولا لا؟ لانه انا اكيد داخل في شوك ستيت لانه مرض بايلاترال، لكن مريض الهيمبليجيا ما قلتش، ما جبتش سيره الكلام ده. طيب عدينا من الشوك ستيج، او
المرض اصلا جراديوال وما كانش فيه شوك ستيج. ما هو الجراديوال ما هوش شوك ستيج، دخلنا في سباستيستي. ممكن ترد على قد السؤال، المريض ده عنده ويكنس صح؟ باريسز ولا باراليسز؟ باريسز. هو كان في الاول في الشوك ستيج، دلوقتي بتكلم خلاص سباستيك، يبقى ايه؟ باريسز. عضلات مالها؟ العضلات ضعيفه. ها والتون هايبر تون. حلو قوي. هل الويكنس ده ليه ديستريبيوشن ما انا بكلم تحت الليفل كله، من عنواني تحت الليفل يا جماعه. مش ده برامج الاولاد يا واد؟ مش ده انت في حاجه كلها. لا انا هزعل كده، مش انا عندي بارابليجيا سامعها برامدل، انا عندي عنده ديستريبيوشن اوف برامدل، يعني عنده ويكنس ديستال اكتر من بروكسيمال، وادكتور اكتر من الادكتور، وفليكسور اكتر من الاكسنسور اللي هو البرو جرافيتي. لا تاني، الديستريبيوشن يبقى فين؟ ديستال اكتر من ها، وادكتور اكتر من ادكتور، وفليكسور اكتر من اكسنسور، مش كده ولا ايه؟ طب المريض ده، المريض ده اخبار الريفلكسز، البلانتر ريفلكس، بلانتر ريفلكس عنده بوزيتيف هذا ريسك، مش كده؟ ها الديب ريفلكسز هايبر ريفلكس، ممكن الاقي باثولوجيكال ريفلكسز اه، ممكن الاقي كلونوس آه. مش انت تعمل بص تلاقي النيو والانكل فيهم هايبر ريفلكس، تعمل الباتيلر والادكتور ممكن يكونوا موجودين. زميلتنا الشاطره قالت لو السيفير هلاقي باثولوجي، هلاقي كلونوس، يعني كلونوس محتاجه حاجه تبقى سيفير، اعمل حاجه اسمها باتيلر كلونوس وانكل كلونوس. الكلام ده سهل ولا صعب؟ ها في حته مهمه جدا، في حته مهمه جدا ممكن تركزوا معايا في الجزئيه دي. انا دلوقتي عندي بارابليجيا سببها افر ممكن نيرولوجيا، فانا مش عارف ايه، انا مش عارف ابعد رجلي عن بعض، فرجلي الاثنين ماشيين في بعض كده صح؟ مش عارف اعمل فليكشن، ان الفليكسور ضعيف، البروجرام فالتون عليه اثنين. امال انت لما تشوفني وانا ماشي بمشي كده، شفنا حد كده سيزر اسمها ايه؟ سيزر مش كده؟ طب لما انام في السرير رجلي عامله ازاي؟ مفروضه كده صح؟ وداخل على بعضها؟ تبقى ادكتد وهايبر اكستند. حصل الكلام ده ولا لا؟ يبقى العيان دوت عنده بارابليجيا، اسمعني، بارابليجيا ان اكستنشن. اسمها ايه؟ بارابليجيا ان اكستنشن. ها عندي بارابليجيا ان اكستنشن، يعني العيان رجليه مالها؟ رجليه مفروده. ها رجليه مالها؟ رجليه مفروده. يبقى اسمها بارابليجيا ان ايه؟ ها ان اكستنشن. اسمها بارابليجيا ان اكستنشن، بارابليجيا ان اكستنشن. لغايه دلوقتي احنا فاهمين؟ ها يبقى انا تحت الليفل عندي بارابليجيا ان ايه؟ لو العيان ده فضل عايش فتره طويله، فتره طويله وما زال الكومبريشن ده او الحاجه اللي حاصله دي مستمره، تروح البارابليجيا ان اكستنشن تباص الى بارابليجيا ان فليكشن. ده سحر ولا شعوذه؟ ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان اللي كان مضروب عندنا هو البيراميدال بس. لما المرض زاد بدات الفايبرز بتاعت الاكسا بيراميدال كمان يحصل لها افكشن. بدات الفايبرز بتاعت، وده على فكره التفسير اللي موجود في الكتب والكلام يعني مش مظبوط قوي. ها بدات الفايبرز بتاعت الاكسا بيراميدال يحصل لها افكشن. تقول لي طب حلو، هو الاكسا بيراميدال بيعمل ايه؟ بيعمل هايبرتونيا ريجيديتي، بس بيعمل هايبرتونيا في الفليكشن. فاكرين لغايه لما ناخد الباركنسونيزم بنعمل كده؟ اوكي، واخد فليكشن اتيتيود. يعني الهايبرتونيا بتاعته في الايه؟ في الفليكشن. ام العيان ده بعد ما اتضرب البرامدل وكان عنده هايبرتونيا، هايبرتونيا ان اكستنشن، تحولت الى هايبرتونيا ان، وده معناه ايه؟ وده معناه ان الاكسترا برامدل بدا ايه؟ ما هو الاكسترا برامدل يعني باركنسونيزم، يعني بدانا مش برامدل بس، ده الحاله برامدل وكمان ايه يا ولاد؟ اكسترا برامدل. يبقى البارابليجيا بتباص من بارابليجيا ان اكستنشن الى بارابليجيا ان فريكشن. طيب كويس، لما تعرف حضرتك ان البرامدل تراكت ليجن يعمل هايبرتونيا ان اكستنشن وهايبر ريفلكس او باثولوجيكال ريفلكسز وكلونوس، وتعرف حضرتك ان الاكسترا برامدل ده، ان الاكسترا برامدل ليجن بيعمل هايبرتونيا وهايبو ريفلكسيا وهايبو ريفلكسيا، فالمريض اللي كان عنده هايبر ريفلكسيا جامده وباثولوجيكال ريفلكسز وكلونوس، تبدا الامور ايه؟ تلاقي الكورونس بدا يختفي، تلاقي الباثولوجيكال ريفلكس بدات تقل، بدات ما تظهرش، مفهومه ولا لا؟ وبدات رجل العيان تاخد شكل الايه؟ الفليكشن مكان الايه؟ مكان الاكستنشن. مش كده وبس، مش دلوقتي البرامدل، البرامدل اهو كان نازل كده اهو، البرامدل نازل هنا ونازل هنا، ما حواليه كده فايبرز اسمها اكسترا برامدل، هو كونه ساب البرامدل وطلع لها، يعني البرامدل كله اتدمر. يعني المريض ده لو ما كانش عنده مشاكل في البلادر، لازم لو دخل في بارابليجيا انفليكشن يحصل مشاكل في البلادر، لان معناه ان كل البرامدل اللي اتضرب ودخلنا على مين كمان؟ يعني هل البرامدل هيتضرب من غير ما ياخد البلادر؟ مفهومه دي ولا لا؟ يعني لازم يكون معاها بلادر افكشن. قوم بقى الناس العباقره. ايوه اوكي، بس انا حاضر حاضر اجريها، بس ليها تفسير هقولها. بص الحته دي، قوم الناس العباقره قال لك نعرف ازاي ان العين ده
بيباص من بارابليجيا الاكستنشن الى بارابليجيا انفليكشن. فجم عملوا له حاجه يعني شويه حاجات كده، في حاجه اسمها ماس ريفلكس، ده ريفلكس قذر جدا اختصاره خربشه تؤدي الى صرصره. ايه اللي بيحصل؟ هو كده خربشه تؤدي الى صرصره. هتعمل ايه؟ تيجي عند الميديال اسبكت اوف ذا سايت تعمل له سكراتش، تعمل له سكراتش العين ده يقوم عامل ميكتيوريشن وديفيكيشن على طول. تيجي تلمس له الجلانز بينس يقوم عامل ايجاكيوليشن. ها قال لك ايه اللي حصل؟ قال لك ده في اريا اوف انرفيشن، المكان ده خلاص بقت المنطقه بتاعته ها مش عارفه تتغذى كويس، يعني مفيش ابر كنترول جاي لها، يعني لا في برامدل ولا اكسا برامدل، اي حاجه ممكن تحصل. مفهومه؟ ها سموها ماس ريفلكس، ريفلكس قذر. اسمه ايه؟ خربشه تؤدي الى صرصره. ها في ريفلكس تاني واحد اسمه، هما ثلاثه اصحاب يعني، ها بيير ماري فو، بيير ماري فو جه العيال نايم قدامه فقام جاي على فرنساوي، ها جه على صوابع رجليه كده عمل لها بلانتر فليكشن، هو بيعمل لها بلانتر فليكشن راح العيان سحب رجله، سحب رجله. هو مريض البيراميدال يعرف يسحب رجله؟ ما يعرفش يعمل فليكشن. العيان سحب رجله قال لك هوبا دي بارابليجيا بالباص من بارابليجيا ام اكستنشن الى بارابليجيا ام. قشطه ولا ايه؟ حاضر حاضر هقولهم تاني، انا هقوله اصلا كله تاني، هقوله كله تاني. حاضر يا عيني هجاوب على كل حاجه بس خلاص الحته دي وبعدين نقراها من الكتاب معاك. اوكي انا دلوقتي جيت عملت بارابليجيا عند الليفل لقيت فيه حاجتين، لو كان السبب في الفقرات هلاقي الفقرات فيها ديفورمتي وسولينج والعك كده، والاقي فيه راديكيولوباتي يا اما موتور يا اما سنسور، الموتور مش هيبان، السنسور اريتيشن جيرد البين ديستراكشن هايبوتيزي او انازيزي. تحت الليفل في موتور وسنسوري وسفنكتر، الموتور افكشن لو كانت حاله جايه اكيوت في شوك ستيج تقعد من اسبوعين لست اسابيع اكوردنج تو ذا جنرال كونديشن هايبوتونيا وهايبرفليكسيا، بعد كده يبدا يباص الى السباستيستي، لو الحاله جرادوال يبقى سباستيك فروم ذا ستارت. سباستيك بارابليجيا في ديستريبيوشن اوف بيراميدال، في هايبرتونيا، في هايبر ريفلكسيا، باثولوجيكال ريفلكسز لو الحاله سفير، في عندنا كلونس، والبارابليجيا بتكون بارابليجيا ان اكستنشن لان البيراميدال بس هو المطلوب. لو الموضوع زاد لقوا ان الحالات دي بتعدي من بارابليجيا ان اكستنشن الى بارابليجيا ان فليكشن، ايه تفسيرهم؟ ملوش تفسير لكن قالوا ربما يكون الاكسا بيراميدال هو اللي اتضرب، وبناء عليه بدا العيان يعدي من بارابليجيا ان اكستنشن الى بارابليجيا ان فليكشن، اصبح التون في ريجيديتي بس في الفليكشن، هايبرتونيا بس في الفليكشن، بس الريفلكسز قلت شويه، الباثولوجيكال ريفلكسز والكرونس بدات ما تظهرش، لو ما كانش لسه حصل افكشن للبلادر لازم يكون حصل لها افكشن، وجم لقوا تو ريفلكسز بيظهروا وهو بيعدي، في ريفلكس بديهي جدا، لما انا اجي عند صوابع رجل اي واحد عنده بارابليجيا اكستنشن واقعد العب في صوابعه مش هيعمل اي حاجه، اصلا مش هيعرف ايه؟ يتنيها، لكن لو ده تيجي تعمل له بلانتر فليكشن او تيجي تعمل له حتى البلانتر ريفلكس يسحب رجله. ها بيير ماريفو ده معناه ان هو بدا ايه؟ يباص من بارابليجيا ان اكستنشن الى بارابليجيا ان فليكشن، واضحه؟ اما ها الثاني بقى قال لك المنطقه دي خلاص بقى فيه هايبر سنسيتيفيتي دي نيرفيشن، ايه الكلمه الغريبه دي؟ يعني اصبح البرامدل اللي جاي من فوق مش عارف يغذي يتحكم في اي حاجه، فتيجي تلمسه الميديال اسبكت اوف ذا يعمل ميكتيوريشن وديفيكيشن، تلمس الجلانز بينس يعمل ايجاكيوليشن. طب ايه اللي حصل؟ قال لك ده خلاص كل حاجه ماشيه بمزاجها مش جاي لنا كنترول من فوق، وستيل والله العظيم وما اوتيتم من العلم الا قليلا، حتى هذه اللحظه البارابليجيا انفليكشن ليس لها تفسير قاطع، ما لهاش تفسير، انا مش مقتنع اصلا بحته فليكشن دي، انا مش مقتنع بحته، انا عن نفسي يعني واحنا حتى كادره نيرولوجي مع بعض احنا مش مقتنعين بحته الايه؟ بنقولها للطلبه اكس ابرامدال، مش مقتنعين ليه؟ ما انا شفت مليون عيان عندهم باركنسونيزم، ما شفتش واحد عنده الماس ريفلكس، ما شفتش واحد عنده البتاع ده الهبل، فاهم ولا لا؟ يعني الموضوع ايه يا جماعه؟ مش واضح قوي ليه؟ ربما تكون فايبرس معينه، حاجه معينه، اكيد في يوم من الايام هتبدا تظهر. نقف وقفه للاسئله، قول يا ابو زيد. دلوقتي يلف يكون في هرجع للمحاضره الاولى. بص لي بقى كلكم بصوا لي مش فاهمين الكلام ده، هو ليه البرامدل بيجي في الديستال وفي الابداكتور وفي الفليكسور؟ هما الاضعف، هو بيجي في الاضعف. دلوقتي انا عندي ديستال وعندي بروكسيمال، مين البالك الاكبر؟ البروكسيمال، يبقى الديستال اضعف لما يحصل لهم افكشن الاثنين. الديستال هيتاثر اكتر. طب في اللور ليمب بص عليا. دلوقتي الاكستنسور عامله ايه؟ شايله جسمي. بص يا ابني الاكستنسور دي شايله مين؟ شايله جسمي كله. لكن بص الفليكسور بتشيل الرجل بس. يعني مين اللي شايله اكتر؟ خلاص ولما البرامدل يتضرب مين الاضعف؟ الفليكسور اللي بتعاني اكتر. جاوبت عليك؟ يبقى العضلات دي ضعيفه اصلا. طب ليه بقى في الاكسترا برامدل؟ والله ما اعرفش. الاكسترا برامدل مش مفهوم. بص يا دكتور
الحته الغامضه في السي ان اس كله ستيريا الاكسترا برانكل. عارف يعني ايه غامضه؟ مش معروف عنها اي حاجه، المعلومات اللي فيها قليله جدا وكلها اجتهادات. مش انا بقول لك انا براقب نفسي اهو، فاهم ولا لا؟ بس نقرا الحته دي ولا خلاص؟ حد مشي في الكتاب معايا انا بالظبط قايل الكلام ده، اقول تاني ولا خلاص؟ اوكي، لما يحصل اكسترا برانكل هتبقى الهايبر فيكس هتقل شويه، هايبرتونيا فظيعه، هايبر فيكس هتقل تدريجيا لان اصلا الاكسترا برانكل بيعمل هايبر، بيعمل هايبر فيكس. دكتور، لو حضرتك قلت في البرانكل فيش اكسترشن وفي سيزون كده طبعا طبعا. طب لما بتبقى فيكس هي دي دي اولا احنا مش هنشوفها هيعمل كده، لا هيمشي بس رجليه لا طبعا عامله كده عامله فيكس. ها هي الفكره ايه؟ منظر رجله هو نايم ازاي؟ هل هي بارابليجيا ورجليه مفروده يبقى اسمها بارابليجيا ان اكستنشن، لا رجليه متنيه يبقى اسمها بارابليجيا ان اكستنشن، ده الفرق يعني. التفسير بتاع البلد جايه جايه، ده تفصيل كل البلد هقولها دلوقتي حالا. لغايه دلوقتي كويس؟ مفهومه؟ طيب هاجي الحته برضو عايز افهم شويتين. ها ولما يكون فيها فهم انا بقلق منكم بصراحه. بص ده كده مقطع اهو. الاسباينال كورد على فكره ما عنديش غيره يعني. ها؟ وايد الجري مثلا. وادي السنترال كانال وهنا اخونا الفرامينال لاترال فنترال لاترال فنترال بوستيريور كورنر قشطه ماشي ماشي لغايه دلوقتي. لما يكون عندي فوكال ليجن ممكن يكون الفوكال ليجن ده سباينال بيكون كومبريشن يا اما يكون انفلاماتوري يا اما فاسكولار. انفلاماتوري وفاسكولار اتاخدوا على مين بعد كده لوحدها؟ يبقى انا عايز الكومبريشن. الكومبريشن تحت معناته ايه؟ يا اما يكون كومبريشن جاي منين؟ من بره يا اما يكون جاي من جوه. لو من بره اسم اكسترا مودالري، من جوه يبقى اسمه انترا مودالري. انا هقول شويه حاجات ممكن ما تبصوش في الكتاب، وعد شرف هقرا معاكم الكتاب كلمه كلمه. عايز عايزك بكل جوارحك معايا بس. بص يا دكتور، بص يا دكتور، اللي عنده اكسترا مودالري كومبريشن البارابليجيا بتكون اسيمتريكال، اللي عنده انترا مودالري بتبقى سيمتريكال. اللي عنده اكسترا مودالري اسيمتريكال ليه؟ هو انت لو حصل فراكشر واحد عربيه خبطته انت هتسيب الخبطه في النص بالظبط وتعمل فراكشر في النص بالظبط وتاكل البرامل على الناحيتين بالظبط، دي عايزه حسنه الامام مخرج بصوره في الصعيد عشان يجيبها في النص تتسنتر وتضرب الناحيتين، صح ولا لا؟ فدايما المرض يبقى ايه؟ حتى يا اولاد اللي عنده مننجيوما، حتى اللي عنده ميتاستاسيز، حتى اللي عنده بوتس او ديفورميتي، هل الديفورميتي جايه من سنتره في النص؟ لا، يبقى لازم يكون ايه؟ اسيمتريكال. بينما السرينجو مايليا لو مشيت كده سنتي توصل كده سنتي وتصل الاثنين برامدل في نفس ذات الوقت فغالبا يبقى ايه؟ دي معلومه سهله؟ ما تكتبوهاش. تاني معلومه، تاني معلومه، اللي عنده اكسترا ميدلري كومبريشن، اكسترا ميدلري كومبريشن ها دوت بيكون ايه يا ولاد؟ ها بيكون بينفول اونست، لانه ببساطه في عندي هنا حاجه اسمها دورسال روت جابت الاحساس وعدى كده، فهو داخل هنا اتضغط عليه في المكان ده فعمل له اريتيشن، والاحاسيس في جسمنا ماشيه في صوره دوائر، يعني الاحساس بتاع جسمي بتاع الترنك ماشي كده داير ما يدور كده، واخد بالك؟ ماشي كده، ماشي دائري كده بالمنظر ده. لما يكون ماشي دائري فرضا يعني عند النبل ده كام؟ تي 4، فالاحساس ماشي كده وداخل من عند الثوراسك 4 وهو بيعدي انا ضغطت عليه هنا هعمل له اريتيشن، اجي اقول لك انا عندي ايه؟ انا عندي وجع محزمني عند النبل، ده معناه ان الليفل بتاعي عند كام؟ عند تي 4، انا عندي وجع محزمني عند سرتي عند تي 10، يبقى دوت اسمه جرد البين. دوت يحصل لما يضغط على الدورسال روت. طب مين اللي يضغط على الدورسال روت؟ الاكسترا ولا الانترا؟ الاكسترا. وش الاكسترا؟ عايز كلام؟ الاكسترا. مظبوط؟ طيب بص الثالثه، الثالثه دي رائعه. لما يكون عندي اكسترا مدلل كومبريشن بيضغط على البرامدل والسباينو ثلاميك. ولما يضغط على البرامدل والسباينو ثلاميك يعني بصوا هو السباينو كورد عامل كده. وانا جت حاجه ضغطت عليه من هنا فضغط على البرامدل وعلى السباينو ثلاميك وعلى البوستيريو كورد وعلى كل حاجه. اصبح دلوقتي ايه؟ البرامدل مضغوط عليه فانا عندي بارابليجيا. ومضغوط على التراكس اللي شايلين السنسيشن، اصبح الاحساس تحت الليفل عامل ايه؟ ضايع، يعني الشخص ده انا جيت رسمته هنا كده لو ادي رجليه اهو ها وادي الابدون بتاعته، لو فرضا هو عنده ليجن في المكان ده هتلاقي كل المنطقه دي ها كسوبرفيشال وديب سنسيشن وكل حاجه اخبارها ايه؟ ضايع، صح ولا لا؟ لان انا ضغطت على مين؟ على البرامدل وضغطت على السباينو ثلاميك وكل حاجه، اصبح عندي هايبوثيزيا تحت الليفل. وخد بالك الهايبوثيزيا دي فيها صفه، انا ضغطت على مين؟ على اللاترال سباينو ثلاميك اللي شايل البينو التمبريتشر، والفنترال سباينو ثلاميك كمان اللي شايل السمبل تاش، وعلى البوستيريور كولم اللي شايل الديب سنسيشن والفاين تاش. انا ضغطت على كل الاحاسيس. لما ضيع كل الاحاسيس تحت الليفل يبقى اسمها
اسوشيتد سنسوري لوس. قلناها زمان بس نسيت اكيد. اسوشيتد يعني انا فقدت كل ايه؟ لما افقد كل الاحاسيس يبقى اسمها اسوشيتد، لما افقد نوع واحد او اثنين يبقى اسمها اسوشيتد. اوكي؟ لغايه دلوقتي واضح؟ انزل باللي بعدها. ماشي. لما يكون عندي انترامودولار كومبريشن يعني سرينجوماليا مثلا، بص لي بقى سرينجوماليا ما تعرفش توصل للسباينوس الامك والبصيه وكل الكلام الفاضي ده، ده بتشطر على الفايبرز الايه اللي عندها في النص. طب معلش افتكر كده، افتكر لو انت عايز بس افتكر، هو مين اللي بيعدي البين والتمبريتشر والسيمبل تاتش بينما الديب ستيشن والفاين تاتش كانوا بيدخلوا بيطلعوا كده، صح ولا لا؟ شاطر فهمني. اول معلومه شاطرين. ها مظبوط. لما يكون عندي انترا مودلر كومبريشن هل انا هفقد كل الاحاسيس؟ بعضها، افقد البين والتمبريتشر والسيمبل تاتش واسيب مين؟ الفاين تاتش وديب. يبقى ده اسمه ديسوشيتد نيتشر. دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه، هل انا عرفت اوصل للسباينو سلامي دول؟ هل انا فقدت الاحساس تحت؟ لا، ده انا بتشطر على الفايبرز اللي بتعدي بس. يعني لو انا عندي سرينجوماليا عند تي 4 اصبحت انا ايه؟ مش حاسس عند الليفل اوف كام؟ تي 4 لكن فوقيه وتحتيه. طب لما تعرفوا ان السرينجوماليا يا هايدي بتيجي فين؟ تي 4 و5 و6 و3 و2 و1. شاطر. يبقى عين كانه لابس جاكيت من ايه؟ من السنسور لوس. لابس جاكيت اوف سنسور لوس، وهذا الجاكيت اوف سنسور لوس اوف اسوشيتد ولا ديسوشيتد؟ خلاص شوف الجمله اللي انا هقولها. لو كان عندي اكسترا ميدلري كومبريشن يبقى انا عندي هايبوثيزيا او انستيزيا بلو ذا ليفل اوف اول تايبس اوف سنسيشنز اوف اسوشيتد نيتشر. لو انا كان عندي انترا ميدلري كومبريشن هيبقى عندي جاكيت اوف سنسور لوس اوف ديسوشيتد نيتشر. الكلام مفهوم؟ احلفوا ان انتوا فاهمين. والله شاكك فيكم، والله العظيم شاكك فيكم. طيب بص بص اوكي اوكي هنشوف دلوقتي. في حته اسمها سادل شيب اريا، المقعده، ها الحته اللي بنقعد عليها ده الاحساس فيها اسمه اس 3 و4 و5. اسمه كام؟ اس 3 و4 اراوند الانس. الاحساس ده اسمه اس 3 و4 و5. الاحساس ده طالع في السباينو ثلاثه، طالع فين؟ في اوتر موست، طالع بره. لما يكون عندي اكسترا مدلر كومبريشن اول مكان يتضرب السادل شيب مع الانترا مدلر يحصل له سبير، بيسموها سكرال سبير. يعني ممكن الاحساس دي على الاحساس في مين؟ يعني اللي عنده انترا مدلري ده هل هيعرف يوصل للمكان ده؟ مش هيعرف. عشان كده يبقى عنده ايه؟ سكرال سبير. يعني ايه سكرال سبير؟ يعني السادل شيب اريا مالها؟ سليمه. بص المصيبه اللي هقولها، شايفين البرامدل ده؟ مش ده نازل يعمل انهبيشن للبلادر؟ الفايبرز اللي رايحه للبلادر دي الانر موست اول حاجه تتضرب مع الانترا مدلري البلادر، وليت اور نو مع الاكسترا. لما يكون المرض سرينجوميلي اول حاجه يضربها البلادر، لكن لما يكون المرض اكسترا مدلري اخر حاجه يضربها. خلاص جالي عين دلوقتي وقال لي مع بدايه المرض يا دكتور انا كان البول مثلا بيسبقني، بعد كده بقيت زي الطفل الصغير ده انترا. بعد 30 سنه يا دكتور من المرض ما حصلليش حاجه، ما حصلليش حاجه في البلادر. ها او بعد 30 سنه بدا يحصل لي مشاكل منذ بدايه المرض كنت كويس، ده اسمه اكسترا. الكلام واضح؟ واضح. تعال ننظم الدنيا. انا بتكلم على الكلينيكال بيكشر والبارابليجيا. ها بص لي هنا، هقرا معاك الكتاب. الكلينيكال بيكشر والبارابليجيا از ليفل في لوكال ساينس اذا كان السبب فيرتبرال. ها وفي راديكولر، والراديكولر دي موتور وسنسوري. الموتور مش بتبان لانها فين؟ في الترنك. ها الويستنج والهايبوتونيا مش هيبان في الترنك. ها السنسوري اريتيشن ديستراكشن لوس اوف اول سنسيشنز. تحت الليفل عندي ايه؟ موتور وسنسوري وسبينتر. موتور افكشن، لما يحصل عندنا موتور افكشن يا اما حاجه اكيوت يا اما الحاله جايه. لو اكيوت يكون في الشوك ستيج ونوصفها في ثلاث سطور سهله بقى. لما يكون المرض جرادوال سباستيك او حتى لو اكيوت ودخلنا في الاسباستيستي هيبقى عندي هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وبوست بلاكنسكي وباثولوجيكال وكلونس، وتبقى بارابليجيا ان اكستنشن ثم تتحول بعد كده الى بارابليجيا انفليكشن بالمواصفات اللي احنا قلناها. وات اباوت سنسوري افكشن؟ سنسوري افكشن اكوردنج تو، هل احنا بنتكلم على اكسترا ميدالري ولا انترا ميدالري؟ اسمع اللي انا هقوله. اذا كانت اكسترا ميدالري يبقى عندي هايبوثيزيا او انستيزيا بلو ذا ليفل اوف اول تايبس اوف سنسيشنز اوف اسوشيتد نيتشر with early affection of saddle shift area. Intramedullary compression, jacket of sensory loss,
جاكيت اوف سنسوري لوس في الليفل في الحته المتاحه يعني هاو بيكون اوف ديسوشيتد نيتشر لوس اوف بين وتمبريتشر وسيمبل تاتش ويز بريزرفيشن اوف فاين تاتش اند ديب سنسيشن ويز ايرلي افكشن اوف بلادر وليت افكشن اوف مفهومه كلام مفهوم. طب اجي بعد كده على السفنكترز ايه رايكم؟ مش ده بايلاترال بيراميدر حاجه من الاثنين يا ما الانترا برضه مش هيبقاش عارفه على الفاين تاتش امتى؟ ما يعرفش يوصل له صح؟ ده نهايه حاجه ما بيعيش اصلا. بص دي بقى البلادر انا هقرا معاكم الكتاب خليكم معايا احسن. مش انا عندي دلوقتي بايلاترال بيراميدر ممكن يبقى اكيوت ممكن يبقى لو اكيوت يعمل ايه؟ شوك ستيت هيبقى فيها ايه؟ ريتنشن لو من اسبوعين لسته بعد كده يا اما يتحسن يا اما يسيب شويه افكت. اما لو جرادوال جرادوال ده حاجه من الاثنين يا بارشل يا كومبليت. لو بارشل يعمل بيرسبتنس وانا لازم اجيب كل معلومه من الاول ولا مش قلنا مره كده حاجه اسمها نيوروجينيك بلادر قلنا البلادر لازم على الناحيتين لو حصل فيه شويه ليجن هيعمل بيرسبتنس. العين يقول لك البول بيسبق يعني ايه البول بيسبق ويعمل نص تحكم نص تحكم لان البرامدر فيه نص ليجن مفهوم ولا لا؟ يبقى دي كلمه اسمها ها بيرسبتنس بيرسبتنسي. امال لو قطعنا البرامدر تماما رجعنا اطفال صغيرين يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها اوتوماتيك بلادر. وازود معلوماتي هنا اقول ايه؟ اذا كان المرض انترا ميدالري كومبريشن يحصل ايرلي بلادر واذا كان المرض اكسترا ميدالري كومبريشن يبقى ليت اور نو. انا عايز الكتاب وتمشي معايا. At the level, vertebral manifestation present of the cause is vertebral, low vein, tenderness, deformity or swelling. أنا في صفحة 62. أنت في صفحة 80. 79. مش عارف. ده دي اللي خلصنا خلصنا الاتصال. نفس الكلام والله. احنا في المربع اللي في صفحة كام؟ 79. 79 ماشي يا باشا؟ طيب radicular manifestations dorsal root أو posterior root وanterior root. posterior root early يبقى radicular vein. مفهومة؟ أنا عايز نبقى فاهمين later on hypothesia or anesthesia في نفس الدرماتوم anterior root affection localized lower motor وبعد كده حط لك NB قال لك إيه؟ قال لك مش هتبان. مش هتبان ليه؟ لأنها تبقى في الترانك مش مكتوبة عندكم في كتاب الدكتور شريف إنها مش هتبان بس أنت فاهم تكتب مش هتبان لأنها تبقى في الترانك خلاص؟ طب مش فاهم يعني إيه مش في الترانك مش هتبان ليه؟ هو دلوقتي عنده lower motor neural lesion عند تي 10 يعني في هايبوتونيا وهايبرفليكس عند تي 10 هل في تون نعمله في الابدومين؟ هل في ويستنج نعمله في الابدومين؟ اوكي. طيب تحت الليفل تحت الليفل يا جماعه اللي هو الكورد مانيفستيشنز. كورد مانيفستيشن تحت الليفل. في ايه بقى تحت الليفل؟ في موتور وفي سنسوري وفي سفنكترز، اوكي؟ اخلص من الموتور. ده لو السبب بتاعنا اكيوت. هيدخل في ايه؟ شوك ستيج بعد كده. طب لو حاله جرادوال؟ سباستيك بعد كده جه على السباستيك بعد يشرحها لك بقى الويكنس افكت مين والهايبرتونيا والهايبر الهايبر ريفلكسيا بعد كده بارابليجيا ان اكستنشن بعد كده بارابليجيا انفليكشن بعد كده قال لك في ماس ريفلكس وبيير ماري فور ريفلكس شايفهم؟ مفهوم؟ بعد كده حاطط لك جدول يفرق الاثنين من بعض. تعالى على السنسوري. سنسوري. If the cause of lesion is extra medullary لو كان السبب اكسترا مدلري encroachment on the ascending tracts as a site of the lesion results in sensory level below which all types of sensations are diminished لو اسمه ايه؟ associated there is early loss of sensation in saddle shaped area لانها موجوده لبره ها sacral fibers lies outermost fibers and spinothalamic tract in the cord if the cause is intramedullary jacket of sensory loss ها بيقول لك هايبوثيزيا او هايبوثيتيك اريا with normal sensation above and below it the sensory loss of dissociated nature pain and temperature sensation are lost but touch and deep sensations are preserved ما بتعديش بيقول لك ليه بعد كده قال لك سطر sensation over saddle area is preserved اللي اسمها sacral شايفينها الكلام احنا عمالين نقوله اقلب الصفحه sphincteric affection acute lesion shock stage بعد كده followed by persistency لو هو جراديوال يحصل بيرسبتنسي او لو الموضوع كبير قوي يعني يقول لك ايه بيرسبتنسي اوف ميكتيوريشن ويتش ماي ترمينيت ان اوتوماتيك بلادر لو حصل كومبليت افكشن بعد كده يقول لك ايه ذا تشينجز ار او يقول لك تشينج ستارت ليت ان اكسترا ميدالري وايرلي ان انترا ميدالري لان الفايبرز بتاعتها بتكون فين؟ يا جماعه الكلام ده مفهوم ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ ومفيش جدول يا دكتور يفرق في جدول في جدول بس هم الانفستيجيشن كمان في جدول يفرق الانترا من الاكسترا في جدول اهو ده مهم طب توقع صح مهم انتوا ماشيين ولا الموضوع تقيل؟ حلو بجد
فاهم ولا لا؟ عايزك تكتب جنب كلمه انفستيجيشنز، ده بيذاكر مكتب الدكتور حسن علواني، جنب كلمه انفستيجيشنز اكتب سي تي اند ام ار اي، دي تقولها اول حاجه. ايه بقى الكلام الفاضي العلم الحرام ده؟ بس على فكره انت حاول تستمتع بيه عشان ما تضايقش يعني. الدكتور العلم الحرام ده بيجي في الامتحان؟ انا بقول لك واحد هيسالك فيه حد عجوز؟ لا في الامتحان كده. لا نظري صعب شويه. صعب يعني. ها بص عليك معايا. عارفين السي اس اف؟ سيريبرال سباينال فلويد ده بيتكون في الفنتريكلز اللي هم السيريبرال فنتريكلز في حته اسمها الكورويدال بلكسس، ويبدا ماشي بقى يمشي في السنترال كانال وفي الفنتريكلز والحاجات دي لغايه لما يوصل في النهايه. بيوصل لفين؟ بيصب في الاخر في الجاجولار فين اللي هو تصب في القلب ويمشي مع الستيوليشن. يعني هو بادئ من الكورويدال بلكسس وبيصب في الاخر فين يا جماعه؟ في الجاجولار فين. لغايه دلوقتي مفهوم؟ طيب ازاي نقيس احنا السي اس اف بريشر؟ مش دلوقتي احنا عندنا السباينال كانال اهي والسباينال كورد قاعد هنا موجود هنا صح؟ السباينال كورد بيخلص عند ليفل اوف كام؟ ال1 تي هي ال1 السباينال كورد بيخلص عند كام؟ عند ال1. لما انا لما انا احب اقيس السي اس اف بريشر بعمل ايه؟ بجيب نيدل، بجيب سرنجه كده طويله، افهموا يا جماعه اللي بقوله ده، واروح مدخلها هنا عند ال4. تقول لي اشمعنى عند ال4؟ ابعد عن البي بتاع خالص، ابعد عنه وعن المنجيس والكلام ده كله، المنجيس نازل لغايه 3. فانا ببعد عن الدنيا دي كلها، باجي عند كام؟ ودخل النيدل بتاعتي ووصلها هنا بجهاز مانومتري عشان يقيس الايه؟ البريشر. حلو؟ طيب يعني ايه سي اس اف بريشر؟ بلاش سي اس اف بريشر، ليكوا في الجغرافيا؟ ليكوا في العلوم طيب؟ يعني ايه ضغط جوي؟ طول عمود من الزئبق المقام من نقطه عند سطح البحر الى اعلى نقطه في الغلاف الجوي. حد فاهم اي شيء؟ طب بلاش دي، خلينا في الطب يعني. يعني ايه سي اس اف بريشر؟ مش انا جيت هنا في مكان واطي؟ يعني ايه سي اس اف بريشر؟ طول العمود من السي اس اف المقام من عند ال 4 لغايه اعلى نقطه فوق في النافوخ. صح ولا لا؟ مش انا يا ابني داخل بالسرنجه هنا؟ بصوا انا مش عايز تهريج الله يبارك لكم، افهم اللي انا بقوله. انا بدخل بالسرنجه هنا وبقيس البريشر. يعني ايه سي اس اف بريشر دلوقتي؟ طول العمود اللي جوه، طول عمود السي اس اف ده قد ايه؟ ها هو طوله قد ايه؟ فهمتني ولا لا؟ ها كلما كان طويل والضغط فيه عالي تقول لي البريشر عالي، ها لما يبقى واطي خلاص يبقى البريشر واطي. طب من هذا المنطلق نورمال سي اس اف بريشر كام؟ نورمال سي اس اف بريشر كلام قديم جدا من 80 ل 120 سنتيمتر بص ووتر، حتى ما كانوش اخترعوا الزئبق، يعني حاجه قديمه جدا بالميه. فاهم؟ طيب حلو قوي. لما انا دلوقتي يكون عندي اكسترا مدلري كومبريشن يا بدفتر، لما يكون عندي اكسترا مدلري كومبريشن يعني ايه دكتور اكسترا مدلري كومبريشن؟ يعني ادي الكنال اهي وادي السباينال كورد اهو، وانا عندي حاجه جت ضغطت كده وضغطت كده. ها اكسترا مدلري كومبريشن بس يا فاشل، حاجه ضغطت كده. لما ضغطت كده انا باجي اقيس من هنا طول العمود ده زاد ولا قل؟ يبقى البريشر قل. البريشر قل؟ تقول لي ايه ده؟ ازاي قل بقى؟ دلوقتي ابو زيد هيطلع لي يقول لي لا 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 البريشر يا دكتور فوق العمود عادي. انا ماليش دعوه، انا بقيس منين انا؟ يبقى طول العمود ده عامل ايه؟ شايف قصير ازاي؟ مقارنه بالنورمال كان ايه؟ مفهوم ولا لا؟ فتلاقي السي اس اف بريشر ماركتلي ديكريزد. ماركتلي ديكريزد لما يكون عندي اكسترا مدلري كومبريشن. مش فاهم ايه؟ ممكن اكسترا مدلري مش هيعمل برافيس. وانا بتكلم عن برافيس. يعني ايه سي اس اف بريشر تاني؟ اللي هو فين كونيش؟ طول العمود لغايه النافوخ. النافوخ هنا، الدماغ اهي. الدماغ اهي. ماشي؟ يا ابني يا حبيبي ركز معايا الله يبارك لك. ها شايف طول العمود هنا عامل ايه؟ طويل، فكان سي اس اف بريشر من 80 ل 120. انا في الاكسترا مدلر عملت ايه في طول العمود؟ قصرت، مش انا قسمته على اثنين؟ فانا قصرت، يعني لما انا بدخل بالسرنجه هنا، بالنيدل هنا، شايله قد ايه؟ شايله الحته دي، تقول لي طب ما اللي فوق بتشال فين؟ بتشال على الحته دي. ماليش دعوه بيها، يبقى العمود بقى ايه؟ على فكره سهله ومش محتاجه غلاسه. في ايه بقى دي؟ في حاجه؟ دكتور ده علم حرام. ما هو حرام؟ هو انا عشان قلت عليه علم حرام؟ لا افهم بس يتفهم يعني. ماشي لا لا يتفهم. طب بص اللي جاي. لو انا عندي هنا، لو انا عندي هنا ادي السباينال كورد اهو. دي الكنال وادي السباينال كورد. لما بيحصل عندي انترا مدلري كومبريشن زي سترينجو مايليا بتعمل لي زي بالج كده. تعمل كده. خلي فيه انتفاخ في الايه؟ في الكنال ماشي؟ فلما اجي اقيس انا البريشر من هنا لا اتقصر، يعني هنا هيقل وهنا هيقل. بس هنا هيقل ايه؟ هيبقى يعني هنا ماركت ديكريز، هنا ليس ماركت ديكريز. يعني مثلا البريشر هنا 10
او 20 هلاقي هنا مثلا 50 او 60 تفهمني ولا لا؟ اه يبقى اذا اول معلومه ناخدها اول حاجه في العلم الحرام ناخدها ايه؟ ان احنا لما يكون عندي اكسترا ميدالري وانترا ميدالري كومبريشن وعامله بارابليجيا الاكسترا ميدالري كومبريشن يعمل ماركت ديكريز ان سي اس اف بريشر الانترا ميدالري كومبريشن هيعمل مايلد ديكريز واضحه دي؟ مفهومه والله؟ دي حاجه غريبه جدا ماشي دي نقطه النقطه الثانيه المصيبه الكبيره يا رب نفهم سيبك من اللي في ايدك يا هو السي اس اف بيتكون فين؟ في الكرويد بلكسس في الفنتكس وبيروح فين؟ في الجابر قشطه نورمالي اي حد مننا انا يا عم حاطط لك السرنجه هنا حاطط النيدل هنا وبقيس البريشر وانا بقيس لك البريشر ولا بقيس لك البريشر رحت جاي خانقك قفلت الجاجر خانقك يعني ضغطت على الجاجر قفل البريشر انا عامل ايه؟ هيعلى ولا لا؟ هيعلى لان انا قفلت الايه؟ الدرنج لما افضل ضاغط كده فانا قفلت الدرنج فالبريشر يبدا ايه؟ حلو؟ حلو كده؟ ده طبيعي كده طيب بص يا دكتور واحد عنده اكسترا مدلل كومبريشن ها فيا دوبك حته العمود اهو قد كده فانت بتقيس البريشر وانت انا جاي شنطه مش هيحصل اي حاجه لان الحته اللي فوق دي يا عمرو موصوله من الحته دي يا ابني الحته دي موصوله من الحته دي ها دي اسمها الرب ما بيردش عليا ها الحته دي يا حبيبي موصوله من الحته دي يبقى دي اسمها ايه؟ كومبليت دايناميك بلوك على فكره الكلمه عجباني كومبليت دايناميك بلوك الشاطر يتوقع لوحده واحد عنده انترا مدلري كومبريشن او انا جيت اس البريشر هنا واخد بالك وجيت انا خلقته من فوق هيزيد بس حاجه بسيطه ها يبقى اسمه بارشيال دايناميك بلوك ماشي وراح اخد العيان ده عشان وده واحد اخترع واحد قديم من ايام ابو لهب اسمه ايه كويكنشتت فسموها كويكنشتت تيست ها كويكنشتت تيست يبقى انا كده خدت حاجتين حرام الحاجه الاولى ان انا بقيس السي اس اف بريشر نورمال من 80 ل 120 ها ووتر مش كده سنتيمتر ووتر لكن لما يكون عندنا اكسترا مودلر كومبريشن هيبقى مايلد ديكريز لما يكون انترا مودلر مايلد ديكريز لما اجي اعمل له كويكنشتت تيست واضغط على الجاجر ايه اللي هيحصل؟ نورمالي البريشر هيعلى جدا لما يكون عندي اكسترا مودلر كومبريشن كومبريت دايناميك بلوك مش هيتاثر لما يكون انترا مودلر هيتاثر حاجه بسيطه يبقى اسمه بارشال دايناميك بلوك قشطه الحاجه الثالثه لما بيكون عندنا اولا السي اس اف ده بيكون كلير فلويد كلرليس شفاف كده زي الميه يحتوي على بروتين بنسبه صغيره من 20 ل 40 مللي جرام الشوجر بتاعه من 50 ل 80 الكلورايد من 720 ل 750 هنقول الكلام ده في كلينيكال باثولوجي ليه ارقام كده معانا لازم نحفظها ماشي الفكره ايه؟ ان السي اس اف بتاعنا بيحتوي على خلايا ويحتوي على بروتين لما البروتين بيزيد الخلايا بتزيد لما السيلز بتقل البروتين بيقل يعني دايما يمشوا مع ايه يا جماعه؟ يمشوا مع بعض حلو كده؟ لقوا في بعض الامراض والكلام ده هيتكرر معانا ثلاث مرات يعني هيتكرر يمكن الحصه اللي جايه واللي بعدها الكلام ده هيتكرر معانا ان المفروض السيلز من 0 ل 5 البروتين من 20 ل 40 لما بيعلوا الاثنين بيعلوا مع بعض لما بيقلوا مع بعض في بقى اكسبشنز للقاعده دي كلمه اسمها سايتو البيومينس ديسوسيشن سايتو يعني خلايا البومين اللي هو مين البروتين ديسوسيشن يعني واضح ان العلاقه اللي بينهم ايه؟ متوتره في حاجه اكتر من الثانيه السايتو البيومينس ديسوسيشن بتحصل لما يكون عندي اكسترا مودلر كومبريشن ليه بقى يا دكتور؟ بص لي هنا لما يكون عندي اكسترا مودلر كومبريشن شايف الضغطه دي مش في حاجه بتضغط هنا على المايلين شيت لما تضغط عليه يبدا يطلع بروتين تضغط عليه يبدا يطلع بروتين فيبدا يطلع بروتين كتير فاجي احسب الخلايا واحسب البروتين الاقي البروتين زاد بس الخلايا نقول عليها كلمه اسمها سايتو البيومنس ديستوسيشن وده بيكون لمصلحه البروتين حلوه بيكون لمصلحه مين؟ البروتين طب ده بيطلع منين؟ من كتر الاريتيشن على الحته دي على المينيش عماله تطلع بروتين عماله تطلع بروتين من كتر الاريتيشن ليس الا لما يكون عندي انترا مدلر هل في حاجه بتعمل اريتيشن للمينيجيس؟ لا يبقى دوت خاص بمين؟ حلو كده؟ وما انت لما تاخد انت لو انا عندي اكسترا مدلر عمال يعمل اريتيشن تاخد انت عينه السي اس اف وتحطها في انبوبه كده. المفروض انها كلير فلويد. لا لما يكون عندك اكسترا مدلر كومبريشن لا هتلاقي فيها فتافيت، ايه الفتافيت دي؟ البروتين والحاجات اللي بتطلع فتلاقي فيها شويه فتافيت فتلاقيها كده وتلاقي لونها مسفر شويه. مسفر شويه اصفر بيسموها دانسوكروميا. فاكر الزانسلازما كان الكوتر هنا لونها اصفر فيسموها دانسوكروميا.
وعشان فيها بروتين. انتوا عارفين ان البيضة بروتين ولا مش البيضة بروتين؟ نحطها على النار بيحصل لها كواجيليشن. خلاص دوت برضه نفس القصة عشان فيه بروتين كتير لو سخنته يحصل له كواجيليشن. واحد بقى وصف الثلاث حاجات دول اسمه فرويم الله يحرقه مكان ما راح. قال لك في حاجة اسمها فرويم تيست. ايه الفرويم تيست بقى؟ قال لك ثلاث حاجات. ثلاث حاجات يحصل سايتو البومينس ديسوسيشن لمصلحة الالبوم. ويحصل زانسوكروم يبقى لون اصفر. ويحصل كواجيوليشن لهذا السي اس اف. لو حصل يبقى الحاله اسمها اكسترا ميدالري كومبريشن ودوت دايجنوستيك وده يفرقها من الانترا ميدالري كومبريشن. مفيش بص انا ما اعرفش غير كده او فيها ابو زيد دلوقتي. انا اعرف ليه القلب بيطلع بعمل هو مليان خلايا كتير مليان حاجات مليان بروتينز وفات وكل حاجه فمن كتر الاريتيشن حاجه مره تظبط فيه تظبط فيه تظبط فيه فبيطلع بروتين. وبعدين فروين قال كده. قولوا لي ثلاث حاجات علم حرام يلا. سيسيف بريشر نورمال سيسيف بريشر متوازي 120 لو كان عندي اكسترا ميدالري كومبريشن ليه بيقل عشان طول العمود بقى قصير فصلنا اما لما يكون عندي انترا ميدالري مايلد مايلد ديكريز. طب لما اعمل كويك نشتاد يعني خنوق يعني وارفع السي اس اف بريشر نورمال يعلى لو عندي اكسترا ميدالري كومبريشن لو عندي انترا ميدالري طيب بعد نمره 3 فرويد فرويد قال لك لما يكون اكسترا ميدالري هيطلع بروتين يحصل سايتو البيومينس ديسوسيشن وفي نفس الوقت يبقى اللون اصفر شويه اسمها دانسوكروميا ويحصل له كواجيوليشن الثلاثه على بعض اسمهم ايه؟ فرايم تيست فيها حاجه دي ماشي تكمله للعلم الحرام شك لسه في حاجتين طب اعمل ايه؟ اوديهم فين؟ كانوا بيعملوا اكس راي الاكس راي ماشي يعني لحد ما لو في حاجه في الفقرات واخد بالك انت ديفورميتي مش عارف السويلنج ناروينج في السبيس مش عارف ايه طلعها لي فالاكس راي مقبوله لكن اللي مش مقبوله ابدا اللي هقولها دي كان زمان مقبوله لكن دلوقتي خلاص يا جماعه عارف كان يقول لك ايه؟ احنا دلوقتي بنعمل اشعه عاديه ما بتبينش حاجه نقوم عاملين ايه؟ اشعه بالصبغه يجوا على السي اس اف ويحقنوا ماده صبغه وبعدين ياخدوا صوره اشعه فايه اللي كان بيحصل بقى؟ الصبغه المفروض تمشي تمشي كده في السي اس اف كله حلو كده فتلاقي السي اس اف كله هنا منور بقى لونه بيلمع كده وبعدين بنزل كده زي الديل كده ديل هنا بيسموها ريكتال ابيرنس ليه؟ لان الحته الفتحه هنا في فتحه صغيره ماشي اما لما يكون السبب انترا ميدالري تعمل لك شكل كده تبقى عامله زي الفلاسك كده تقول لك دي عامله زي الفلاسك اسمها فيوزي فورم ابيرنس لان الصبغه بدات تنتشر حواليها بص لي تاني لو سمحت لما كان عندي اكسترا ميدالري كومبريشن انا حقنت صبغه مشيت في السي اس اف ولفت فيه كله اجي اصورها تبقى نازله هنا عامله زي ايه؟ خيط رفيع تيل ابيرنس لما يكون عندي انترا ميدالر كومبريشن مش عمل انتفاخ كده شويه فبدا المنظر عامل كده ها والصبغه نازله من حواليه فسموه فيوزي فورم ابيرنس دي كلمه اسمها مايلوجرافي ها مايلوجرافي لو انت طلبت المركز اشعه كلمه مايلوجرافي اقسم بالله اتصل بيك في التليفون اشتمك في دلوقتي سي تي وام ار اي في ايه؟ سي تي وام ار اي ها بس دول حاجات هنقولهم لدكتور قديم جدا 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 في جدول قدامنا كلنا بيفرق الانترا ميدالري من الاكسترا ميدالري كومبريشن حفظ صم وده مش عارف يعني هو كل سنه كان بينزل البارابليجيا في امتحان الترم وكان بيجيب لك الجدول ده طبعا هو السنه دي ايه؟ عملوا كده اعجاز علمي يعني ماشي؟ ما حطوش البارابليجيا في الاول عشان كده ما جابش الجدول ده حفظه كل كلمه فيه انت عارفها يلا نقرا الجدول نقرا الجدول اولا من الهيستوري الاونست بتاعت من الهيستوري اول كلمه بس اللي هي الاكسترا ميدالري كومبريشن عايز وقت الانترا ميدالري شورت هي الفكره ان الاكسترا ميدالري الاكسترا ميدالري بعيد على ما يوصل للبرامدا لان لسه في فقرات ومننجيس وبتاع لكن الانترا ميدالري بدري الاونست بتاعت كل كلمه تقول لي ليه الاونست اوف اكسترا ميدالري بينفول بره عشان في ريتيشن ها اما الانترا ميدالري بينلس طب البلادر افكشن في الاكسترا ميدالري ابسنت اور ليت اما الانترا ميدالري ايرلي واضحه كلينيكال بيكتشر الموتور اكسترا ميدالري اسيمتريك الانترا ميدالري مفهومه طيب السنسوري ها مين يقولها من غير ما نبص الاكسترا ميدالري تحت الليفل وكل الاحاسيس ها والساد الشيلد ايريا ايرلي افكتد اما الانترا ميدالري جاكت وديسوشيتد وليت اور نو افكشن اوف ساد الشيلد ايريا طب الاسفنكترز ها سهله الاكسترا ميدالر ليت بلادر الانترا ميدالر طيب انفستيجيشن سي اس اف الاكسترا ميدالر سي اس اف اكزامينشن بريشر قليل وكومبليت دايناميك جلوب وفروين تيست يعني ايه فروين تيست؟ طيب البرين اكس راي يعني ممكن تلاقي فيه فيرتبرال ليجن الثانيه ما فيهاش
الميلوجرافي سادل شيبد بلوك اللي هي الريتل ابييرنس، اما الثانيه فيوزي فورم ابييرنس. ده جدول الحفظ يفرق الانترا من الاكسترا مدلري. بكره بقى نكمل شويه الحاجات كده اللي ريليتد ليه. عندي على فكره كذا موضوع ريليتد للبارابليجيا لازم نكون عارفينهم، ناخدهم بكره في نفس المعالم.